نروح الملعب كده نشوف صاحب الهدف النهارده عريس طنطا عبد الرحمن الدحه ونرجع مره تاني. الحمد لله مكسب مهم في وقت مهم جدا قبل ما الدور الاول يخلص، والحمد لله الحمد لله. فرحه كل جمهور نادي طنطا اللي موجوده دلوقتي دي، والفرحه والسعاده الكبيره اللي موجوده النهارده داخل ملعب نادي طنطا بتمثل للدحه وزملائه. والله احنا من الفتره الاولى دي كانت الدنيا مش ماشيه معانا كويس، ما كانش في توفيق من عند ربنا قد كده، فطبعا هم كانوا زعلانين والدنيا كلها كانت زعلانه، فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده، واحنا لما ربنا بيكرمنا هم كده اكيد سعداء وكويسين، فالحمد لله ربنا كرمنا وفرحنا كل الناس النهارده الحمد لله. حبيب تسلم. اذا مشاهدينا مشاهدي اون تايم زورس في كل مكان، ده كان لقائي مع الكابتن وليد المحروقه المدرب العام لنادي طنطا وعبد الرحمن الدح نجم اللقاء النهارده. الان العوده من ملعب نادي طنطا للاستوديو التحليلي وزميل العزيز فتح الله زيدان.